السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه عمل الدولار التركي مع الطرز البرازيلي. انا هنا غادي نضيف الطرز البرازيلي. المهم انا هذا الفيديو هذا وضعته لاجل واحد السيده من المتابعات، طلبت مني انا نوضع ليها الدولار التركي، فكنتمنى انها تشاهد هذا الفيديو هذا. المهم اول حاجه تنحتاجوها اي حاجه دائريه الشكل، مثلا درهم، 4 دريال، 5 دراهم، 10 دراهم، وكل وحده تاخذ الحاجه اللي بانت ليها دائريه. غير باش دير هاد النقيطات هادو، اول حاجه تنقسموا هاد الدائره على 4، من بعد تنعاودوا نزيدوا نقسموها. كنديروا يعني هنا لاحظوا معايا جيدا، يعني ما بين هذوك جوج النقاط تنوضعوا نقطه، والان ما بين هاد يعني الان ما بين هاد النقاط كاملين اللي انا وضعت غادي نزيد هاد النقاط هادو اللي كتشوفوا معايا. هادو هما اللي حنا غادي نخدموا عليهم هاد الدائره هادي. الان صافي حنا ما بقيناش محتاجين لهاد الدرهم، غادي نحيدوها. المهم تقدروا تخدموا حتى ب 10 دريال، يعني الا بغيتوا الدائره تجيكم صغيره خدموا ب 10 دريال، 4 دريال، نشوفوا نتوما الحاجه اللي بانت لكم مزيانه ديروها. انا هنا غادي نخدم بالخيط مبروم على 3 شعرات، فاللي بغات تخدم بالخيط مبروم على 4 شعرات ممكن انها تخدم به، يعني ماشي مشكل. الان اول حاجه غادي نديرها هو نثبت الخيط. غادي نثبته انا في المركز ديال الدائره، يعني في هذه النقطه اللي عندي في الوسط ديال الدائره. تقدروا بطبيعه الحال انكم تثبتوا الخيط في الجنب، يعني في هذه النقاط هادو اللي عندنا في الجنب. المهم تثبتوا الخيط فين ما بغيتوا، ماشي اشكال. المهم وهو ان احنا غادي نتبعوا يعني بهالطريقه هذه، دائما غادي نرجع لهذه النقطه وغادي نطلع الابره من المركز، يعني من المركز ديال الدائره. غادي نجي لهاد اللي حداها وغادي نطلع البراق من هاد البلاصه هادي. الدولاره ساهله بزاف، يعني هاد الخدمه ساهله بزاف وبسيطه بزاف، واي وحده ممكن يعني مبتدئه او السيدات ما يخافوش من هاد الخدمه، راه ساهله بزاف. فالان انا غادي نوضع هاد الخيوط هادو بهذا الشكل. دائما ترجع يعني نرجع من الراس وكنطلع الابره من المركز غير باش ندور هنا بحال كنديروا في شي مكانه ولا شي حاجه، يعني كنبقاو غاديين وكنخطوا في هذا الشيء. ومن بعد بطبيعه الحال حنا غادي نخدموا على هاد الخيوط، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش حنا غادي نخدموا على الخيوط، وغادي نوريكم كذلك الطرز البرازيلي كيفاش غادي نخدموه. الطرز البرازيلي غادي يكون اختياري، اللي بغات ديرو ديرو، اللي مبغاتش ديرو ما ديروش. كاينه اللي كدير عوض الطرز البرازيلي كتخدم مثلا البريد، مثلا اللي كتعرف البريد تقدر تخدم البريد. المهم هنا حنا كملنا هذوك النقط كاملين، هذه اهم حاجه، خاصكم تخدموا النقط كاملين وتقلبوا البرا. من الافضل انكم تخدموا بالبرا المردومه اللي كيكون الراس ديالها يعني بحال ممحي واحد شويه باش ما يضربكمش في صبعكم. انا هنا خدمت غير بالبرا عاديه ديال الراندا، يعني ما عنديش البرا المردومه، خدمت بالابره ديال الراندا. المهم ماشي اشكال، اللي غادي تخدم بزاف يعني من الافضل انها تستعمل البرا المردومه. لاحظوا معايا انني كندخل الابره من اسفل جوج ديال الخيوط، دائما تناخذ جوج ديال الخيوط. ولاحظوا معايا جيدا هذاك الخيط الاخر اللي كيبان لكم هو اللي غادي نرجع فيه، هو اللي غادي نرجع فيه وغناخذ الخيط اللي حداه. الان انا دابا غادي نجر هذا الخيط باش نثبته لداخل، وغادي نرجع في هذاك الخيط اللي انا خدمت فيه هنا، وتناخذ الخيط اللي يعني اللي حداه. هنا اهم ملاحظه انكم ما تزقلوا حتى شي خيط، يعني الخيوط كلها خاصها تخدم، يعني جميع الخيوط خاصنا تنخدموا عليها. لاحظوا معايا جيدا انا هنا غير كندور يعني المرمق باش نرجع نخدم. شوفوا معايا مزيان البلاصه فين طالع هذاك الخيط، هنا فين غادي نهبط انا الابره، وغادي نشد معايا الخيط اللي قدامه، يعني دائما نخدم في الاول ونخدم في الثاني، وم يعني ونبقى غاده وحده وحده. هنا واخا حنا تندخلوا الابره يعني اسفل جوج ديال الخيوط، راه حنا كنخدموهم كلهم. دائما تندخلوا البراغ اسفل جوج ديال الخيوط وتنجر. لاحظوا معايا مزيان غادا تابعاهم يعني خيط خيط، من نزقلوا حتى شي خيط. لي زوين في هاد الدولارة التركية انها مناسبة يعني للجلابة، ومناسبة كذلك للقفطان.
كي اللي يعني كتخدم جلابة واخا تكون مثلا بالعمارة، تقدروا ديروا ليها الدولارة مع الجناب، حتى هي كتجي مزيانه، وخصوصا الا زدتو خدمتوها يعني بالطرز التركي اللي غادي تشوفوه معايا في النهايه ديال الفيديو ان شاء الله. فغادي يبان لكم باللي هاد الخدمه راها رائعه بزاف وسهله بزاف، وتقدروا تزينوا بها اللي بغيتوا، وكذلك تقدروا تزيدوا بها الوسائد يعني المخدات ولا المساند ولا مهم كل واحد كيفاش كيقول لهم. تقدروا تاخذوا مثلا وساده عندكم عاديه، يعني وساده عاديه وديروا ليها الدولارات، فهما غادي يعطيوها واحد الجماليه اكثر. وحتى الفولارات اللي مثلا تنديروهم على شعرنا تاعهم ممكن يعني ممكن انكم تزينوهم بالدولار، يعني داك الشيء كيبقى غير اختياري، كل وحده دير اللي عجبها. ف هنا لاحظوا معي جيدا، انا غادي نبقى غير كندور، يعني غادي نبقى غير تندور في هذاك الخيط حتى يعني حتى نوصل للراس. ديما هنا تندخل الابره اسفل جوج ديال الخيوط وتنطلع الابره ديالي عادي جدا، ترجع ندخلها اسفل جوج ديال الخيوط وتنطلع الابره. ولاحظوا معايا مزيان ما تنزقلو حتى شي خيط، الخيوطه كاملين خاصنا نخدموهم يعني بشكل جيد جدا. وحاولوا انكم يعني تزيروا الخدمه شويه، ان الخدمه تكون مزيره، يعني ما تكونش الخدمه غاده مرخوفه بزاف. ومن بعد دفعوا هذاك الشيء بصبعكم، غادي تدفعوا واحد شويه باش يجي على المركز. المهم انا دابا غادي نكمل هاد الدائره ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها ما قبل النهايه، ونشوفوا الطرز التركي كيفاش غادي نديروا لي وكيفاش غادي نبداو. حتى هو سهل بزاف، وسبق ليا وضعت واحد الورده بالطرز التركي. الا تفكرت نقدر نوضع لكم يعني الرابط ديالها اسفل الفيديو. المهم رجعوا للقناه، راكم غادي تلقاو هذاك الفيديو اللي فيه واحد الورده بالطرز التركي، حتى هي ورده رائعه جدا ومناسبه لتزيين الجلابه والقفطان كذلك، وتقدروا توضعوها كذلك فوق من الراندا يعني كيف ما بغيتوا. لاحظوا معايا مزيان، انا دفعت هذوك الخيوط بصبعي باش نبدا نكمل الدائره ديالي. هي هذه الدائره جات على هذا الشكل، وهذاك هو المركز. فلاحظوا معايا مزيان، هنا خديت خيط مبروم على ثلاثه الشعرات، وغادي نبدا غادي نجي يعني لاحظوا معايا مزيان، خليت خيط اللي عندي الوسط، وغادي نجي لهذاك اللي حداه، يعني هنا غادي نبقى غاده خدامه جوج جوج. لاحظوا معايا مزيان، غادي نبقاو غادي جوج جوج. رجعنا الابره بهذا الشكل هذا، فهنا شوفوا معايا مزيان شنو غادي ندير. هنا غادي نخليو الابره بهذا الشكل هذا، يعني غادي يبقى هذاك الراس ديالها باين، وغادي نرجع هنا لاحظوا معايا مزيان تلوي الخيط بهذا الشكل، وغادي ندخلو في الابره، غادي نرجعو بحال بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلو في الابره. دائما تنلوي على الاصبع ديالي وترجع وتندخلو بهذا الشكل هذا، يعني هذا الطرز البرازيلي ساهل بزاف وبسيط، غير كنلويو هاد الخيط وكندخلوه في الابره. وحاولوا انه ما يفلتش ليكم يعني من الابره، يبقى ثابت يعني شاد البلاصه ديالو. وغادي نبقاو بهذه الطريقه هذه حتى نوصلوا للعدد اللي بغينا، يعني انا هنا وقال خدمت 16 لوية، يعني على ما اتذكر صراحة نسيت، بقيت عقلت وما حسبتش مع دابا مع البداية ما حسبتش. المهم نتوما عينكم ميزانكم، يعني على حساب مثلا انا نخدم الدائرة بالدرهم، تقدروا تخدموا الدائرة بعشرة دراهم ولا بخمسة دراهم ولا اللي بغيتو، فكل وحدة غتخدم عينها ميزانا. المهم نفس العدد غتبقاو غاديين به في هاد الدوائر كاملين حتى نكملوا هاد الدولارة التركية ديالنا، وغادي تولي بواحد الشكل رائع جدا صراحة، غتجي رائعة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فهنا دائما كما قلت لكم غادي نبقى غير كنلوي الخيط على صبعي وتندخلو في البرا، يعني بسهولة جدا جدا. لاحظوا معايا مزيان، هنا غادي نهبطهم وغادي نحاول انني يعني نبقاو ثابتين، وغادي نجر الابره. لاحظوا معايا مزيان، خاصهم يبقاو ثابتين ونجروا الابره. اللي بغات هاد الطرز البرازيلي بالتفصيل ادخل لهذاك الفيديو اللي كنت وضعت فيه واحد الورده بالطرز التركي، في هذاك الفيديو غادي
خدمت فيه يعني غير الطرز الترك غير الطرز البرازيلي عفوا، فغتستافدوا اكثر. يعني اللي معمرها ما خدمه الطرز البرازيلي فترجع لهذاك الفيديو. انا غادي نوضع لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو صندوق الوصف، يعني غير هبطوا تحت من الفيديو غادي تلقاو صندوق الوصف، غتلقاو ديك الكتبه اللي كاينه لتحت غتلقاو فيها الرابط، غير ضغطوا عليه غيديكم مباشره الفيديو باش تفرجوا فيه ويعني تستافدوا منه. فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. لاحظوا معايا مزيان، هذه هي هذا هو الطرز البرازيلي، حتى هو كيجي رائع صراحه، والناس كيخدموا به بزاف ديال الحوايج، يعني تيخدموا به ورود، تيخدموا به بزاف ديال الحوايج، ونستعملوه يعني نديروا واحد المزج ما بين هذا الطرز التركي والطرز البرازيلي، حتى هو غيجي رائع. هنا واحد ملاحظة مهمة، غادي نثبتوا هذه الطرزة التركية الطرزة البرازيلية، نثبتها بهذه الطريقة، غنطلع البرة من هنا باش نحاول انني نحافظ على هذا النصف دائرة اللي عندي، وغادي نجي للمركز دياله يعني في الوسط، وغادي نهبط البرة بهذه الطريقة. هذه ارجع لهذا الراس هنا، راه ما يبقاش يبان الخيط، يعني اللي غتخاف من ان الخيط يبقى يبان، ما يبقاش يبان لانه حرير، هذا الخيط حرير بحاله بحال نفس الخيط اللي خدمنا به. وممكن تخدموا هذه الخدمه بالصوف، ممكن تخدموها يعني اي خيط بغيتوا تخدموا به، فالمهم حنا تنخدموا بالحرير. نجر هذا الخيط هذا. الان لاحظوا معي جيدا كيفاش غادي ندير، وغادي نبدا وحده اخرى جديده. نطلع الخيط من هنا، وغادي نرجع نهبطو من هذا المكان، وغادي نطلعو من المكان يعني لقدام. هنا المهم انا دورت المرمغ لانه ما مشاتش ليا يعني الخدمه مع ليدي. فلاحظوا معايا مزيان، ها هو الخيط من يطلع غادي ننقز وحده، وغادي نجي للثانيه. علاش؟ حيت الا درت وحده حدا وحده غيجيني هاد الطرز قريب لبعضياته بزاف، والا قرب بزاف ما غاديش يجي، يعني غيجي شويه صعيب في الخدمه. فهادشي علاش انا خليت وحده نقزتها وخدمت في الثانيه اللي حداها، يعني من الافضل. وانتم راه لكم يعني واسع النظر، اللي بغات تخلي دير بحالي يعني دير بحالي، واللي ما بغاتش راه دير داكشي اللي عجبك، اللي بانت لهاش حاجه سهله راه ديرها. يعني كل واحد يمشي على الحاجه اللي بانت ليه مزيانه يديرها، الحاجه اللي بانت ليه ما صالحهاش ما يديرهاش، كل واحد والذوق ديالو في النهايه. فدائما كما قلت لكم غير كنلويو الخيط بهذا الشكل هذا، وترجعوا ندخلوه في الابره بهذه الطريقه، يعني بسهوله وببساطه. فهنا كما قلت لكم حافظوا على العدد، يعني مثلا انا هنا خدمت ب 16 لويه، فانتوما حتى انتوما يعني كما خدمنا في الاول 16 غادي نكملوا هذوك الدوائر اللي عندنا كاملين 16 16 16 يعني حتى نوصلوا للاخر. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نركبوا العقيق في الوسط ديال هاد الطرز البرازيلي، وكذلك هذيك الطرزه التركيه حتى هي نديروا لها واحد العقيقه. لاحظوا معايا مزيان، غادي نرجع الخيط بهذا الشكل باش يجيوني هذوك اللويات في الجنب في الراس ديالهم. فالان غادي نجر البره، يعني انجروا البره بهذه الطريقه، ونحاولوا ان احنا هاد اللويات ما يتجروش لينا مع الخيط، يعني نبقاو شادينهم بصبعنا حتى يثبتوا. لاحظوا معايا مزيان امتى انا غنحيد صبعي، يعني ما غادي نحيدو حتى تثبت تشد بلاصتها مزيان، عاد غادي نحيد الاصبع ديالي بهذه الطريقه. هذه ها هي هنايا تبتات، فغادي نرجع نهبط يعني الابره، وغادي نطلعها من الوسط. لاحظوا معايا جيدا، علاش؟ باش نثبتها مزيان. انا غادي غير يعني عينكم ميزانكم في الخدمه، يعني راه ديما كنقول لكم هذه القضيه ديال عينكم ميزانكم، ولكن راه هي الحقيقه. الخدمه ديال الحاجه اللي كيكون فيها الفن وفيها الابداع، فراه ضروري خاصك تكمل من راسك، وخاصك تكون عندك هذيك يعني هذه العيبه ديال عينك ميزانك خاصها تكون عندك، حيت بزاف ديال الخدمات ما غاديش نخدموا فيهم يعني ورقه وستيلو، ولا غادي نخدموا فيهم يعني اله حاسبه باش غادي نجيبوا الحوايج مضبوطين، فكنكملوا من عندنا. مثلا انا هنا بالي هذا الراس شويه طالع، فغادي نرجع نثبتو، يعني ديما كملوا من راسكم.
هنا هاد الراس علاش الا بالكم طالع واحد شوي رجعوا تبتوه، بان لكم غادي مزيان بلا ما تثبتوا ما والو، كملوا عادي. المهم انا غنثبت هاد الراس هذا حتى هو هنا، ماشي غتخدموها كامله يعني، تبتوها غير من الوسط وتبتوها من هذاك الجنب اللي غادي يبقى عندكم يبان لكم طالع، تبتوها منه صافي، بارك عليكم وسيروا كملوا الخدمه ديالكم عادي. المهم انا هنا غادي نزيد نخدم واحد الجوجات وغادي نرجع نوريكم الطريقه كيفاش غادي نثبتوا العقيق. يعني العقيق هو كيبقى اللمسه الاخيره والرائعه اللي غادي تعطينا واحد الجماليه اكثر، وغادي تبين لنا الخدمه راها يعني زوينه ورائعه. واللي ما بغاش دير العقيق ما ديروش، ولكن هو من الافضل انكم ديروه. لاحظوا معايا مزيان ان هنا خدمت غير ربعه، مازال باقي لي ربعه غادي نكملهم ان شاء الله. المهم نوريكم بعدا العقيق على رجع نكملهم. خديت انا هاد النوع هذا ديال العقيق، هذا عقيق ديال العبار عادي يعني، كل واحد كاين اللي كيبيع معلقه، كاين اللي كيبيع، المهم كل بائع وكيفاش كيدير لهذاك العبار عنده. المهم هو كيتباع بحال هكا، كيتباع العبار يعني، ما كيتباعش الحبه، كيتباع العبار يعني، عقيق عادي جدا. الثمن ديالو كيكون يعني الثمن ديالو 3 دراهم 5 دراهم، كل واحد كياخذ داكشي اللي بغى، وكل بائع والثمن يعني ما يمكنش تحدد الثمن لان كل بائع بشحال كيبيع. يعني كتمشي عند واحد كتلقاه مثلا كيقول لك معلقه ب3 دراهم، تمشي عند واحد اخر يقول لك لا معلقه ب5 دراهم، يعني كل واحد بشحال كيبيع. المهم حنا هذا الموضوع ما كيهمناش، كل واحد يشري حاجه اللي بانت ليه مزيانه يشريها. وصراحه من الافضل العقيق ديال الخيط، يعني من الافضل الخيط ديال العقيق، كيكون غالي شويه ولكن الجوده ديالو مزيانه احسن من هذا. المهم انا الان غادي يعني غادي نركبوا العقيق في هذوك في الطرزات البرازيليات، وغادي نرجعوا للطرزه التركيه، وغادي نديروا فيها حتى هي في الوسط ديالها غادي نخدموها. وكاين اللي كدير العقيق في الطرزه التركيه في الجنب، يعني ملي كتكون كتخدم هذوك الخيوطه في الاول كدير فيهم العقيقه كل وحده وكيفاش كتخدم، يعني هنا لكم واسع النظر. فكنتمنى ان هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، واللي كتشوف القناه لاول مره وعجباتها القناه بطبيعه الحال، فكنتمنى انها تشترك في القناه باش يوصلها الجديد، وما تنسوش الضغط على زر الجرس فهو مهم جدا، وكذلك الضغط على زر الاعجاب. وشكرا لكل سيده وضعت اي تعليق، شكرا لها.